السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا ذا جديد برنامج أدوبي بريمير برو. اليوم سنتعلم كيفية إضافة قوالب الكتابة وتحميلها من موقع أدوبي وإضافتها لبرنامج البريمير سيسي. سنذهب إلى قائمة تايتل وبعدها نختار نيو تايتل ونختار بيسد أون تمبليت. نختاره مرة واحدة. عندنا خيارين على اليسار، يوزر تمبليتس اللي هي قوالب المستخدم، انت تنشئ قوالب بنفسك، وعندنا تايتل ديزاينر بريسيتس، هذه يقول لك تحت انه هي غير مثبتة، يجب عليك تحميلها ومن ثم تثبيتها. وعلى اليمين مكتوب كليك تو داونلود بريسيت تمبليتس. لو اخترنا كليك واحد مباشرة راح يذهب الى موقع ادوبي وصفحة تحميل هذه الملحقات. الملحقات تعمل على الماك والويندوز، وهي مخصصة فقط على حسب ما مكتوب انه مخصصة فقط لإصدار CS6، ولكن تعمل على إصدار CC بعدة خطوات سيتم شرحها ان شاء الله في كيفية التثبيت. تفتح هذه الصفحة يقول لك library title templates قوالب نصوص قوالب مشاريع، وتشتغل البريمير والافتر افكت والانكور على ثلاث برامج. الدونة يقول لك هي مخصصة لCS6 ولكن تعمل على البريمير CC. هنا مكتوب ماك اوبريتنج سيستم اللي او اس، وعندنا هنا الويندوز. لو عندك ويندوز تختار تحميل الويندوز، عندك ماكنتوش تختار الماك، عندي ويندوز اخترنا اوكي. مباشرة راح يبدأ بالتحميل. مثلا عندنا هنا الحجم 734 ميجا كما هو مكتوب. لاحظ معي لو اخترنا بالتحميل راح يبدأ بالتحميل مباشرة. انا محملها سابقا. طريقة التثبيت هنا، لو اتينا طريقة التثبيت instructions هنا على الماك وعندنا على الويندوز. انا لو حملته مثلا الان، هذا هو الملف بعد تحميله، فكيت الضغط عنه راح يظهر لنا مجلد. افتح المجلد راح يظهر فيه ملفين، ملف اللي هو exe application تفتحه دبل كليك، هيقول لك مكان الاستخراج، راح يستخرج لنا ملفات من هذه الملفات، من هذا الملف المضغوط. تختار مكان الحفظ، يفضل تعمل مجلد جديد تكتبه محاقات البريمير او قوالب البريمير على حسب، وبعدها تختار نيكست راح يبدا باستخراج الملفات. بعد ما يستخرج الملفات حيكون عندنا مجلدين، مجلد الادوبي انكور CS6 وعندنا مجلد الادوبي بريمير برو CS6. هذا الانكور وعندنا البريمير. نفتح البريمير، عندنا ملف سيت اب موجود بهذا المكان، نختار دبل كليك، راح يقول لنا لو ضغطك هذه الرسالة تختار ايجنور، يقول لك ان البرنامج اصلا مشتغل لازم نسوي ريستارت وهذه الامور. انا ساخرج من البريمير الحين التثبيت، سنختار ايجنور وبعدها ننتظر الى ان يظهر اعداد التثبيت. نختار من هنا اكسبت، وبعدها يقول لك انه هي موجودة للاصدار السي اس سينكس، وعندنا هنا خيارات التثبيت اللغة يتم الاستخراج في هذا المكان. سي بروجرام فايلز ادوبي، سنختار انستول، بعدها راح يبدا التثبيت. سنرجع بعدها ان ينتهي التثبيت. الان اكتمل التثبيت، سنختار كلوز ونذهب الى المجلد الذي تم استخراج الملفات اليه. نروح على السي ونروح على بروجرام فايلز واختار ادوبي، وبعدها نختار ادوبي بريمير برو CS6. عندنا بريسيتس، هذه ثلاث مجلدات هنا، سنقوم بنسخها. كليك يمين ونختار كوبي، ومن ثم سنذهب الى السي ايضا بروجرام فايلز ادوبي، ولكن سنذهب الان الى البريمير الخاص فينا اللي هو بريمير CC. نفتحه وبعدها نفتح مجلد بريسيتس هنا، كليك يمين نختار بيست. هنا سيتم نقل جميع المحتويات التي قمنا باستخراجها. لاحظ معي هذه الثلاثة الموجودة هنا. حسب موقع أدوبي يقول لك انقلها فقط ومن ثم شغل البريمير. الآن لو شغلنا برنامج البريمير
راح نشوف هل تم تثبيت الملفات اللي هو القوالب النصوص قوالب المشاريع على حسب ما مكتوب في برنامج البريمير. نختار تيكست هنا أو تيست، وعندنا سيكونس قمنا بإنشائه مسبقا في البرنامج ندور البريمير، نروح على تايتل ونروح على نيو تايتل، نختار بيزد اون تمبليت. لما نختارها راح تلاحظ انه عندنا في ديزاينر هنا، لما نفتحها هذه راح تلاحظ انه عندنا كوبريت هنا، لاحظ معي هذه مجموعة من الملفات الجاهزة هنا، عندنا هنا لائحة النهاية مثلا، هنا فاصل تعريفي، يعني مجموعة من الأمور ممكن نستخدمها الجاهزة وبشكل جميل جدا. أيضا لاحظ معي هنا، خلينا نفتح واحدة منهم مثلا الأبستراك، نختار السلايد هنا مثلا، نختار أوكي، ننتظر شوي. هنا على الجهة اليمين هنا كتابة، هنا رسوم، كل شيء جاهز، فقط نعدل عليه. هنا اختار أداة الكتابة مثلا، هنا خلينا اختار أداة الكتابة، اختار مثلا هنا line مثلا نكتب بالانجليزي، حول هنا احنا ما مستخدمين لسه برنامج العربي، نختار مثلا حسن، تمام هنا حسن اخترنا، نغلقها وبعدها نسحبها الى التايم لاين، وممكن نسوي سيكونس من خلال كليك يمين نيو سيكونس فروم كليب، ونختار اوكي. لاحظ معي قالب جهاز فيه كتابة. ان شاء الله يكون درس واضح وان شاء الله يفيدكم، واي سؤال او استفسار ضعوه في التعليقات ان شاء الله اجيب عنه باقرب وقت، وان شاء الله مستمرين مع الدروس لغاية شرح كل شيء في البرنامج ان شاء الله. لا تنسوا زيارة مدونة صناعة الافلام www.sinaatalaflam.com، ولا تنسوا الاعجاب بصفحتنا على الفيسبوك. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.